السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اليوم سنتكلم عن اسم من أسماء الله العظيمة. كل أسماء الله هي عظيمة، وسنتكلم من اسم من أسماء الله وخواصها. إذا داومت على هذا الاسم ماذا سيحدث معك؟ هذا الاسم معروف بالسلطان، بالسلطة بإذن الله، وبالغنى والرزق، واسم المالك، الله المالك. من ذكر المالك ماذا سيحدث معه؟ بعدده، هناك عديد من الأعداد. اسم المالك هو عدده 90. من داوم على اسم الله المالك، يا مالك يا مالك، 121 مرة ما بين الفجر وصلاة الصبح، يقرأ 121 مرة يوميا، أغناه الله بسبب أو بدون سبب. من داوم على اسم الله المالك بدون عدد، يعني يوميا داوم عليه، يسخر الله العوالم الباطنية والظاهرة تخدمه بإذنه. من قرأ يا مالك 90 مرة يوميا تقضى حوائجه بإذن الله. من لديه حاجة ويريد أن تقضى إليه بإذن الله فليقرأ اسم المالك 8100، يقرأها ويدعو فالله يستجيب له. من أراد أن يستقبل حاكما أو ذو سلطة وذهب كان ذاهبا عنده وقرأ 90 مرة يا مالك يا مالك يا مالك، رفع الله قدره وجعله مهابا عند هذا الشخص. قال وراء صلاة الصبح يوم الجمعة يا مالك يا مالك 1000 مرة، قضيت حوائجه في الدنيا وفي الآخرة ورزقه الله من حيث لا يحتسب. قال يا مالك يا مالك 99 مرة يوميا داوم عليها، يفتح الله له أبواب العلم والمعرفة. اسم الله المالك لديه العديد من الخواص ولدي عديد من الطرق لذكره، وممكن أن تربطه مثلا إذا أردت لا تقول يا مالك فتقول سبحان المالك وبحمده، ممكن أن تقول بهذه الطريقة، تذكر الله سبحان الله المالك وبحمده، أو سبحان المالك وبحمده سبحان المالك وبحمده، أو استغفر الله المالك وبحمده استغفر الله المالك وبحمده. ممكن أن تربطها بالاستغفار أو بالتسبيح بإذن الله، وتذكر اسم المالك بعدده الذي تريد أنت والذي تحتاج. هذا كل شيء، أتمنى لكم الخير وإلى اللقاء ومع السلامة.